بنرحب بحضرتك استاذ التهامي كرم، امين العمل الجماهيري ومساعد رئيس الحزب. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. حابين نعرف اهداف المؤتمر النهارده بتاع حزب الحركه الوطنيه المصريه. اول هدف جايين عشان الموافقه على اللائحه الاساسيه لحزب الحركه الوطنيه. تاني شيء ان احنا نبارك ونعلن تأييدنا الكامل للسيد اللواء رؤوف السيد كرئيس لحزب الحركة الوطنية. نعلن انتمائنا الكامل لشعار الحزب، أفعال لا أقوال. ممكن حضرتك تشرح لنا ايه هي اهداف الحزب الحركة الوطنية المصرية؟ اولا اول هدف للحزب الحفاظ على مدنية الدولة، الحفاظ على جيش مصر وشرطة مصر و رئيس مصر، دي في المقام الأول. ثم بعد ذلك يأتي الاختلاف في أي شيء. نحن حزب ولكن نختلف ونوافق ونختلف ونوافق. ممكن حضرتك تشرح لنا ازاي هيتم انتشار الحزب؟ احنا ان شاء الله من اهم الاشياء عندنا في امانة اشمون اننا ننتقي الاشخاص المحبة للعمل العام. شرط اساسي اننا ننتقي شخصيات مرموقة محبوبة، كل شخصية تكون محبوبة ولها شعبية في قريتها. لان الحزب عندنا له شقين، شق خدمي وشق سياسي. نهتم اولا بالشق الخدمي من اجل جذب المواطن للعمل والإعادة مرة أخرى للمشاركة في الحياة السياسية وخاصة الشباب. نشكر حضرتك يا أستاذ جدا وشكرا حضرتك. ربنا يكرمك، ربنا يخليك، شكرا.